perhaps. So these 20 million are absolutely essential for UNRWA to continue to deliver. هي أمر هام للأنروا أن تستمر في إعطائها لقطاع غزة، ولكن بجانب هذا أيضا هناك رسالة تأتي من البلاد في اتفاقية جنيف أنكم أن لابد من احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني لأي شخص بينهم الفلسطينيين، وهذا أمر حاسم، لأن اليوم في المنطقة لا زال هناك بعض الشعور أن هذه القوانين تطبق بشكل غير عادل. وفي السؤال الثاني، عفوا لا يمكنني أن أؤكده أو أنكره لأني لم يتم إعلامي بكل هذا. عادة بعض الساعات القليلة يمكنها أن تسمح للناس بالانتقال في الوقفات السابقة، لكن اليوم في غزة لا يوجد أي سوق في غزة، لذلك أغلب وقت للوقفات إنهم يحاولون فقط الهروب من القصف، بالإضافة إلى وجود بعض الإمكانية للناس من أن يتحركوا من مكان إلى آخر. Raise their hands if you can keep it up a little bit, so I'm taking notes of the various requests. Thank you. I think I've got them all. C'est comme vous voulez, non ? Comme vous voulez. Ouais. Merci du coup pour l'opportunité de ce briefing. Vous avez dit dans vos remarques d'ouverture que l'UNRWA faisait aussi partie des cibles de cette guerre. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Et le 4 décembre, votre organisation...